بر الأمان. مرحبا بكم مستمعينا في الحلقة 11 لبرنامج بر الأمان. الحلقة اللي فاتت سجلناها في بلدية أوتيك، بلدية جديدة في ولاية بنزرت. تفاعلوا معنا برشا اللي سمعونا وسألونا أسئلة، منها دور العمدة في بعض القوانين الجديدة اللي باش تتعدى في البلديات. اليوم وكيف العادة نجيكم وين انتوما، صحيح هالمرة مباشر من استوديو 5 في الإذاعة الوطنية، لكن ديما كالعادة نحكيو في موضوع يمس كل التوانسة: اقتراض الدولة للفلوس. علاش يتم؟ على أي أساس؟ وشكون قد ياخذ في هذا القرار؟ وين قد تتصرف هذه الفلوس؟ اليوم الضيوف اللي معنا سي محمد بن سالم، هو نائب في مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة وعضو في اللجنة المالية والتخطيط والتنمية. مرحبا بك سي محمد بن سالم. عايشك. نفس الشيء سي فتحي شامخي، هو زاد عضو عن الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب وعضو في اللجنة المالية والتخطيط والتنمية المحلية. مرحبا بك سي فتحي. مرحبا وشكرا على الدعوة. اللي ما قلتوش اني انا في كل خطة النهضة. قلت عن حركة النهضة. هكذا. ومعانا محمد همامي صحفي. مرحبا بك محمد. عايشك. كيف العادة الزادة اليوم عنا ثلاثة كرونيك، كرونيك حاضرهم جمعية البوصلة، نحكيوا عن برشا مواضيع ما بينها القوانين اللي تحدد الاقتراض، وندخلوا زادة شوية في مجلس نواب الشعب وندخلوا في البلديات. نذكركم اللي تنجموا تسمعونا على المباشر على الإذاعة الوطنية، أما زادة قد تتعدى هذه الحلقة في KFM في القصرين وفي راديو نفزاوة في قبلي اللي يسمعوا فينا زادة على المباشر. تنجموا زادة تابعونا على الباش فيسبوك وعلى تويتر بر الأمان بالعربية أو الفرنسية، وتنجموا تتواصلوا معنا على المباشر. بما أن على المباشر تستفيدوا وتكلمونا على رقم 71-844-404. ندخل في الموضوع متاعنا. ناس مباشرة الشيف 40% مديونية، رقم هذا سمعناه برشا ونحب نفهمه كيفاش وصلنا له هذا الرقم في الميزانية متاع الدولة. شنو أنواع القروضات اللي دولة نجم تاخوها وشنو الفايدة اللي احنا نمشي نقترض؟ علاش قاعدين نقترضوا؟ أمين علوش من جمعية البوصلة باش يحكي لنا شوية ويجاوب شوية عن الأسئلة هذه. نسمع أمين ونرجع مع بعضنا. التدين يمثل اليوم 22.5% من ميزانية 2016. أولا لازم نفرق ما بين التدين الخارجي للدولة عموما اللي هو مجموع القروضات اللي تاخذها الدولة والشركات والمؤسسات من الخارج، والتدين العمومي اللي هو ديون الوزارات والمؤسسات العمومية التابعة لها ماليا، وتدين الدولة اللي هو القروضات اللي تاخذهم الدولة لتسيير شؤونها وللاستثمار. القانون الأساسي للميزانية اللي هو الإطار المنظم لميزانية الدولة يسمح مع المداخيل الجبائية يكون للدولة مداخيل من القروضات تنجم تاخوها من داخل البلاد كما الاكتتاب اللي صار العام اللي فاتوا، ولا من الخارج. التدين من الخارج يختلف حسب المصدر. في العادة الدول تعطينا قروضات باش نقوموا باستثمارات، والبنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي يطلبوا منا تغييرات اقتصادية نسميوها إصلاحات مربوطة بالفلوس اللي باش ناخذوها. نسب الفايدة تختلف من ممول الآخر، وتختلف إذا كان الممول داخلي 39% من القروضات اللي اتخذت عام 2014 حسب الموقع الرسمي لوزارة المالية، ولا خارجي في 61% من ميزانية 2014. أما مشكلة نسبة الفايدة مهمة، حتى العملة عندها قيمة كبيرة، خاصة وأن قيمة الدينار في تراجع مقارنة بالدولار واليورو. ساعات الدولة ما تخلصش تخلص موظفيها وتجهيزاتها، تتلزق تاخو قرض تسند فيه الميزانية وتسكر به العجز اللي صاير فيها. كان الانتاج في البلاد ما يكبرش ومداخل الدولة من الجبية ما تزيدش، تلقى الدولة روحها كل عام عندها عجز وتاخو في قرض باش تخلص القرض اللي فات، ترجع أصل وانتيريس. هذا علاش القروضات لازم تمشي في استثمارات تدخل الفلوس ولا تجلب استثمارات خاصة تزيد في الانتاج في البلاد كما الكياسات والانترنت والماء والضوء والبنية التحتية عموما. بقى الشعب ينجم يراقب ويقيم وين ماشية هالقروضات وموارد الدولة عموما. لازم النواب ينجموا يقارنوا قانون المالية اللي صادقوا عليه وقداش تصرف اللي يخرج في ما يسمى بقانون غلق الميزانية بعد ما يوفى العام، واللي نراو فيه شنو تصرف وشنو معطل والتنفيذ عموما. غلق الميزانية هذا كان ديما يخرج مخر برشا ويتصادق عليه بعد سنوات. مثلا في عام 2016 تمت المصادقة على قانون غلق الميزانية ل 2010 و 2011 و 2012 و 2013 مسالي استنى. أما توا في مشروع القانون الأساسي للميزانية الجديد لازم الغلق يتصادق عليه في العام اللي بعد عام الحسابات اللي فيه.
مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا. كنا نسمع في أمين علوش حكينا على برشة أشياء، منها القانون الأساسي للميزانية اللي هو نورمالمون باش يتصب في مجلس نواب الشعب، حكينا على غلق الميزانية والمصادقة على الميزانية، لكن زاد حكى إنه القروضات تختلف في أنواعها، تتنوع في المصادر متاعها وعلاش ناخذوا فيها. نذكر معنا سي محمد بن سالم وسي فتحي شامخي، زوز نواب في مجلس نواب الشعب، سي محمد عن حركة النهضة، سي فتحي عن جبهة شعبية، وزوز أعضاء في اللجنة المالية والتخطيط والتنمية المحلية، ومحمد ضياء همامي صحفي مختص زاد شوية في الاقتصاد. ميزانية 2015 معنا زوز نواب اللي هم صادقوا عليها، هذه ميزانية كانت فيها 29 مليار و150 مليون دينار، منها 24% الموارد متاعها من الاقتراض، ومن 24% اللي فما 15% جاية ديون خارجية. بما أنكم كنتوا حاضرين في المناقشة متاع هذا قانون المالية، شنو هما الأسباب اللي احنا يأدينا احنا في تونس نلجؤ للاقتراض الخارجي باش نجمو ندخلو كمورد يعني موجود في الميزانية متاع الدولة، ومورد كبير يعني ربع الميزانية متاع الدولة يجينا من الاقتراض الخارجي، خاصة في لجنة المالية؟ احنا ما دبينا نعرفوا أكثر النقاشات اللي قاعدة تدور مع الحكومة، شنو الأسئلة اللي تطرحوها كنواب على الحكومة باش يبروا هذه الخيارات، وشنو هي المؤيدات اللي تقدمها الحكومة؟ سي محمد. نعم، بسم الله. شكرا على الاستضافة. يعني يلزمنا نبسطوا المسألة شوية للتوانسة. معناها الدولة راهي كيما عائلة أو كيما مشروع، واحد يحب يعمل مشروع، عادة باش ينجح المشروع متاعه مش سهل باش يكون الا اذا ورث ورثه كبيره من بوه ولا من جده، اما باش يعمل مشروع في العاده يلزمه تمويل، والتمويل يمشي ياخذه من البنك يعني يقترض. اذا هالقرض هذا خذاه باش يعمل به المشروع في العاده ما يلقاش مشكله باش يخلصه، علاش؟ لانه المشروع هو بيده باش يدخل الفلوس، وبالتالي مش صعيب، فهو يخلص القرض ويخلص فوائد القرض لانه القروضات ماهيش بلاش للاسف، وفي نفس الوقت يعمل معناها ثروة لعائلته لنفسه. الدولة كذلك نفس الشيء، الدولة عندها مواردها الداخلية الذاتية، ولكن كذلك لأن طموح شعبها أكثر من إمكانياتها تحب تعمل مشاريع أكثر من اللي هي قادرة باش تعمله بإمكانياتها العادية، وهذا يتم في كل الدول تقريبا، ما هيش تونس معناها خاصة من غير الدول. ونلقاه برشا دول، يعني تركيا اللي هو مثال ناجح الآن، كانت عندها مديونية عالية جدا، فاقت الوشو 80%، الآن تركيا ما عادش عندها ديون، ولكن كيفاش تغلبت على المديونية هذه؟ بمزيد من المديونية. معناها يلزمها تعمل شوية كأنه لفويت اون افون، باش نعمل مشاريع ناجحة يلزمني نزيد نقترض، وبالاقتراض هذا أنا نخلص القرض القديم والقرض الجديد. يعني هذا إذا نفترضوا أنه القروض قد نأخذ فيها للمشاريع. صحيح. يعني الأصل في الشيء لازم يكون هك، للأسف مش ديما هك. علاش؟ لأنه كذلك طلبات ما بعد الثورة، الناس كل تحب توا، ومك عارفة برشا ناس، برشا حتى سياسيين حطوا في ذهن الشعب أنه توا حاجة ممكنة، وبالتالي الناس يقول لك اذا هو ممكن علاش ما ناخذش باي انا كي بقيت الناس. انا مش نحط الخطا في الناس كي تطالب بحقوقها، سي تو تافي نورمال، يلزم الناس تطالب بحقوقها، هذاك التحفيز للدوله كذلك باش تعمل مشاريع باش تخلق مواطن شغل وما الى ذلك، ولكن انا ضد المبالغه. يعني احنا الان ماناش في وضعيه ميؤوس منها، يعني الدوله قاعده تقترض فقط على خاطر الناس قاعدين يطالبوا بمطالب. لا ما قلتش انا مقترض. لا ما شوف كي تقول كان على، معناها انا قلت فقط لهذا. انت ركزت من جملة الاشياء. من جملة الاشياء الدولة يلزمها تعمل مشاريع، ويلزمها تعمل مشاريع اكثر من امكانياتها ما هيش كبيرة ياسر. فاحنا عندنا حلين، اما نقولوا نعملوا دولة غالقة الامور على روحها كيما كوريا الشمالية او بعض الأنظمة اللي ما عادش داير في العالم انقرضت، معناها منكفأة على وإلا نفسها، وإلا هي دولة منفتحة تحترم نفسها وتحترم الناس اللي تتعامل معها، وإحنا تجارتنا أصلا ما نصنعوش، كان لولادنا قاعدين نصنعوا ونصدروا البرة، يجيوا ناس يصنعوا عنا ويصدروا، دونك إحنا اخترنا باش يكون عنا اقتصاد منفتح على العالم، وهذا في حد ذاته حاجة مليحة. من اللي صارت في السبعينات نشوفوا الدخل
الخاص بتاع التوانسة زاد برشا، نشوفوا معناها التشغيل كذلك زاد، ولكن في نفس الوقت ما قدرناش نلبيو كل حاجيات الشباب في التشغيل. صحيح، قاعدين زاد نشوفوا انه النمو ماهوش في التوقعات، وخاصه ماهوش مربوط بعدد الديون اللي ناخذوا فيها، يعني كانه ماهيش قاعده تستجيب للاسباب اللي ناخذوا فيها. سي فتحي الشامخي، ردا على سي محمد بن سلم، سي محمد بن سلم تفاعلا معاه تفاعلا معاه سي محمد والله يفاجئني، قال يعني نظريه جديده هي موجودة في السابق، قال لك وداويني وداويني باللي عندك انت نظرية جديدة، وداويني بالتي كانت هي الداء. يعني قال لك مزيد من المديونية لمعالجة المديونية، يعني ضد سياسة التقشف. وسي محمد استعمل خطاب بون دونك فيه شوية عائلة وشوية استثمار وشوية كذا. صراحة دخلتنا من باب خرجنا من خوخة سي محمد. شوف، المديونيه هي مش مجرد حسابات قداش ناخذوا الى اخره وقداش نرجعوا الى اخره. المديونيه قبل كل شيء تاريخ في تونس، بدات مع الصادق باي اللي وصل للحكم في 1857، ظهر 1857 هكا ولا لاس محمد حاجكك. اي 1857 وحكم بالضبط 23 سنه. تونس قبله هو ما كانتش تعرف معناها المديونية، كانتش تعرف. بدأت المديونية مع هو به، ومع هو خاطر كانت عنده وزارة فاسدة، حكومة فاسدة، وبالخصوص الوزير الأكبر مصطفى خزندار، ومن بعد عنده زاد مصطفى بن إسماعيل إلى آخره. بدأت التاريخ بالوقت هذاك، وشكون وقتها كان شجع ودفع تونس هم الناس اللي سلفوا البنكاجية، منهم واحد هذا إغلانجي، يعني دزوا تونس في كيما هكا بخطاب كيما هكا راهو باهي تسلف وكذا والاستثمار والحكايات هذه كل باهي. ومن وقتها وتونس للاسف لليوم وهي تعاني. انا مش نكون، سامحني في الكلمه، مش نكون عنيف، انا نشبهه بالسرطان. يعني تونس مرضت مرض خطير. وتلاحظوا اللي في الخطاب ديما نحاولوا نغطيوا على الداء هذا ونقدموه ونحكي واستثمار وتنهض وبلاد وتنميه وكل شيء. احنا لذلك على موجودين اليوم باش نجمو. وانا قاعد نستغرب من الناس اللي تقول هكا. عندنا تجربه احنا، انا شفت بديتها من 1857 لتو، شفنا فيها الاستعمار، شفنا فيها يعني عنف كبير برشا وظلم ضد تونس، وفي نفس الوقت مجهودات كبيره من تونس، فما دماء فما تضحيات فما عمل، ولحد الان ما رينا حتى شيء التنميه هذه. انا اليوم قدام وضع واضح للناس الكل، مئات الالاف من الشباب معطل، بلاد مدمره مهدده، يعني تهديدات من جميع الانواع الى اخره. دونك عندنا مشكله كبيره مع المديونيه، عندنا مشكله مع المديونيه. المديونيه ذي يعني انا توا شبهتها بالسرطان، والان للاسف الشديد انه المرض وقت اللي يتقوى بالبدن، البدن يضعف ما عادش ينجم يقاوم. هذه مفارقه، احنا قاعد يتقوى بينا المرض هذا، والناس اللي ما تحبلناش الخير بعد الثورة في عود ينصحونا يقولونا ردوا بالك، اتعظوا بالتجربة متاع الماضي وشوفوا أموركم. لا، دزونا دفعونا قالونا حلكم أنكم تواصلوا للهروب إلى التدين، وهو عندك كل واحد جبد كرنيت شيك وخل. سمحني بربي هاو مش نكمل نختم. أنا حبيت ساعة قبل كل شيء ننوه بالإذاعة الوطنية، خاطر الإذاعة الوطنية تختلف عن الإذاعات الكل. أولا هي إذاعة الشعب التونسي، وقت اللي تطرح موضوع كما هكا مصيري بالنسبة للشعب التونسي، هذا شيء معناها إيجابي ومش غريب على الإذاعة الوطنية، وأنا نوه به. ولهنا من خلال المنبر هذيك ما قلت، هذه خدمة عمومية سيرفيس بيبليك، ومعناها طبيعي اللي تطرحوا هالمواضيع هذه. وهذا المدخل الأساسي اللي حبيت نقوله، الفكرة الأولى أنه راي، وهذا باش نختم به، انه المديونيه ماهيش مجرد كما قلت لك بديت به من الاول ارقام، هي راي داء عضال كبير اليوم، يعني عقبه رئيسيه قدام طموحات التوانسه ونعانيو فيها. وشوف انا حبيت جوست تفاعلا مع المقدمه اللي عملتوها، راهي مش الدوله تقترض، مش الدوله تقترض، الشعب التونسي هو اللي يقترض. يعني وقت نحكيو على الديون نحكيو على الشعب التونسي كشعب كمجموعه يقترض، صحيح عن طريق الدولة، لكن الشعب التونسي راهو نحكيه على فلوس
يتسلفها الشعب احنا التونسي. احنا ديما كي نحكيو على الدوله نحكيو شكون ياخذ في القرار باش المواطن يعرف شكون يحاسب زاد. ايه معناها كي نقولوا هو ياثر على الشعب التونسي الكل، لكن القرار للمؤسسات اللي تخدم. الدوله تتصرف باسمه، هذاك علاش نقولوا حق التوانسه انهم يراقبوا. بالضبط. خاطر الفلوس هذيك تتخذها باسم الشعب التونسي والشعب التونسي هو اللي يرجعها. باش نرجعوا اكثر بعد هذاك اللي عندنا زوز نواب عن الشعب، هذاك اللي احنا نحبوا نحكيو معاهم باش نعرفوا شكون نجموا نسالوا وشكون مسؤول عن هذه القرارات، اما صائبه او خاطئه، ما نجموا نختلفوا او نتفقوا في الحكايه هذه. محمد ضياء، نعرف انت عندك اكسيل برشا معلومات عن المديونيه في تونس، وكنا نحكيو شويه لبرا انه ماهيش بالبساطه اللي ديما نحكيو عليها المديونيه او الدين العمومي اللي موجود عندنا في تونس. بالضبط. هو ساعه اول حاجه كي نجيو نحاولوا نشوفوا حتى الارقام نلقاو تضرب كبير. تو مثلا الاسبوع اللي فات فما زوز تقارير تم نشرهم، واحد نتاع صندوق النقد الدولي والاخر نتاع البنك الدولي، وفرد جمعة صار اجتماع مجلس وزاري على المديونية. كان قانون الأرقام موجودة في الثلاثة تقارير ثم كل واحد عنده أرقام، يعني مش متفقين حتى ثلاثة. به السؤال نطرحوها لأنه اليوم الوضع في تونس يعني يخوف. مانيش باش نعطي رأي، وإنما باش نعاود نقول شنية قالت الإدارة وهي مسجلة ومنشورة في التقارير متاع البنك الدولي اللي موجودة في الموقع متاع البنك الدولي. وقت اللي جاو يناقشوا في البرنامج نتاع الشراكه بين الفرعين مع تونس من 5 سنوات اللي فات، الاداره التونسيه ومثلين من الاداره ومكتوبه اساميهم شكون بالضبط والعديد منهم قالوا انه يتخوفوا انه الوضع نتاع تونس باش يولي في العوام الجايه وضع حرج، وطالبوا المؤسسات المتدخله سواء الاجنبيه ولا التونسيه ان تقوم بالمزيد من التدقيق، اللي مش بالتدقيق، التدقيق عنده معنى اخر، اما التوضيح واخذ الاحتياطات به. السؤال اليوم اللي تطرح الديون شنو قاعدين نعملوا به؟ به شو نصيبه هذا السؤال؟ خلينا نوصفه احنا، خلينا نوصفه هي الديون هذه شنو؟ شنو هو المعلومات اللي ناقصه اللي انت قلت فما فروقات بين التقارير الموجوده، ونعرفوا ان التقارير هذه اذا متوفر للناس معناها قاعد نبنيوا عليها اراء، نواب قاعد يبنيوا عليها زاد ارائهم في التصويت، ومن بعد نوصفوا نشوفوا دور النائب شنو؟ شنو هي الاختلافات؟ الارقام شنو؟ اول حاجه بالنسبه للارقام، انا مثلا كنت حصلت على المعطيات اللي تم تقديمها بالمجلس الوزاري، عمري ولا ريت ارقام بالدقه هذيك. نسال اول حاجه الدوله اللي موجود في الدستور شفافيه، يظهر لي الرقم من حق المواطن انه يعرف بالضبط شكون كل مؤسسه قاعده تاخذ في الـ في الـ في الـ في الديون. واذا كان كما قال سي محمد، اذا كان بالحق عائله، يعني حتى انا عندي الحق نعرف الوالد نتاعي قداش عنده مدخوله، على خاطر هو باش يخلي لي هذا الدين في المستقبل. بالضبط، نجم يخلي لي دين وبعد مش خلص له، يعني هو على كل باش يمشي على روحه، فهمتني؟ باه بعد عمرت ان شاء الله يعني مثل التدور على الحكم، معناتها ان شاء الله ما نقولوش على الوالد، وهذيك الاشكال كيف نقربوا العائله للدوله. نحكي العائله نقصد العائله كما قلت انت الدوله. يعني التداول السلمي على الحكم ان شاء الله ان شاء الله ما فماش حتى حد يشد مده طويله 15 سنه ولا حتى حد يفجعها على الوالد. لا الحمد لله، لا الوالد يخلي لي دين لا لا بعد عمر طويل. المؤكد هو انه اليوم معنا نقص كبير في الشفافيه. علاش؟ على خاطر الارقام المنشوره عاده ما فيهاش الديون قصيره المدى، هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه ما فيهاش الديون نتاع المؤسسات العموميه، ونسمعوا برشا كلام المؤسسات العموميه عاز ومؤسسات العموميه كذا به، ولكن كيف كيف عندنا نقص في معطيات نتاع قداش الديون، والمؤسسات العموميه مش قاعده تنشر في التقارير نتاعها به. هنا تقولي انت اصناف به، الاصناف نتاع الديون فما ساعات نراو ساده النواب في المجلس يجيو مختلف الانواع نتاع قروضات، فما قروضات اللي موجهه مباشره للمؤسسات عمومية والقرض عادة ما يكون بضمان الدولة، على هذاك يتم مصادقة عليه في المجلس. ولكن سؤال نتسأله مثلا عندها أسبوع أو أسبوعين السي بي جي، معناتها المجمع السي بي جي فوسفات قفصة، خذيت قرض بأقل من 100 مليون دينار. يعني السؤال يطرح لهنا، هل أنه القرض، هل أنه بالحق السي بي جي تستحق 100 مليون دينار؟ لا بتاتا. المشكله مش في الفلوس في حد ذاتها، يعني سي بي جي تصدر وعندها موارد من على الرغم اللي هي في يعني عندها بعض المشاكل، ولكن الحاجه اللي لازم نفهموها انه الديون مرفوقه باصلاحات بين ظفرين، اصلاحات تغييرات، يعني تغييرات في منظومه الحكم. بالضبط. خلينا نقولوا منظومه الحكم يعني التصرف في المؤسسات العموميه
والقوانين العامة. هنا المشكلة وين؟ هو أنه إحنا الدولة التونسية جت في كما قلت أنت من السبعينات بدأت تفرط في بعض المؤسسات العمومية كانت تجيبها في المداخيل. النقطة النقطة الثانية جت في حتى الأول الثمانينات كان عندنا مدخول كبير جاء أساسا من الصناعات الاستخراجية وطاح مع الأزمة في يعني في السوق العالمية. من وقت الدولة التونسية ما عادش عندها موارد اللي هما كانوا متأثرين كما قلت من الثروة الطبيعية ومن المؤسسة العمومية. شنو صار؟ دخلنا في دوامة متاع قروض إلى درجة أنه المؤسسات هذه تولي تشرط يعني إصلاحات اللي تناقش يعني تناقش مع العديد والعديد الممثلين متاع المؤسسات هذه في حد ذاتهم هما يعني ما أول حاجة ما يعرفوش اقتصادنا خير من احنا. كيقولوا تشرط إصلاحات معناها ما تعطيك القرض إيش القرض كيفاش ما تعطيكش فلوس إلا ما تبدل الأشياء هذه فقط. بالضبط كما صار مثلا في القانون متاع القانون متاع القطاع البنكي اللي يعني ما تمش احترام النظام الداخلي متاع المجلس وتعادى فيسع فيسع وتم يعني الطعن في دستوريته في دستوريته وتقبل الطعن يعني يعني لهنا جاي جراء شنو جاي جراء يعني شروط نتاع وقت وضعها صندوق النقد الدولي. وصندوق النقد الدولي ايش يعمل؟ نجم نلقاها في الموقع نتاعو نلقاو رزنامة كاملة منا حتى ديسمبر 2017 موجودة تم نشرها الأسبوع اللي فات. الحكومة يزمها تعمل هكا وهكا 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 ما نبدأ نعطيك الفلوس كوش ما قالي تعمل هكا. السؤال يطرح هل أنه إصلاحات هذيك بالحق قاعدة تعاون في الدولة التونسية وإلا قاعدة ترقع ومنش قاعدين نعمل في الطموح بإصلاحات بالحق جذرية. والأخطر من هكا هو أنه وقت عادة نحكيه على القروض ما نحكيوش على ما نفرقوش بين الدينار والعملة الأجنبية. الحاجة اللي نفهموها هي أنه الدولة التونسية مش نقص موارد برك خاطر الموارد يعني تنجم تجي حتى من في أقصى الحالات من الطباعة متاع العملة بطريقة يعني مش اعتباطية بالطباعة. ولكن أساسا العملة الصعبة اللي باش يصير فيها أول حاجة الاستيراد وثاني حاجة إرجاع المرابيح متاع الاستثمارات الأجنبية. حدي نحكي على الاستثمارات الأجنبية لازمناش ننساو اللي باش يرجعوا. دونك الدولة التونسية عندها مشكلة في الدوفيز تولي تعمل تولي تاخذ قروضات شو باش تعمل بيهم؟ تحيح شوية امبورتاسيون. ولكن فما دراسة صارت مؤخرا في جامعة أمريكية تمت فيها مقارنة بين المديونيه اللي تم اللي خذتها تونس من عام 87 حتى عام 2010 وقيمه الاموال المهربه في دي كابيتو اموال اللي خرج بطريقه غير قانونيه ولقاو اللي الاموال اللي خرج بطريقه غير قانونيه اكثر من الديون. يعني كاين ناخذوا في الديفيز في العمله الصعبه وبين ضفاي نعطيوها باش تخرج. وهذا كل المشكله وين؟ هو ان مؤسسات الدوله ماناش قاعدين نصلحوا فيها وهذا يخلي يعني كما واحد يحط فلوس في جيبه وجيبه منقوب. باه حكينا في برشا مواضيع باش نتعداو الاغنيه تو نسموها اما نلخصوا للمواطنين. يعني حكينا انه فما جانب يشوف انه الديون هي لازمه للاستثمارات لكن هذا لو صارت في الاستثمارات وزاد فما جانب يشوف انه الديون هي كما مرض خلايا سرطانيه كل ما تزيد قاعده تتفشى في الجسم اللي هو الدوله وتاثر على الشعب. وشفنا انه فما نقص شويه في المعلومات وفما اللي يعطي القرض ساعات يفرض اصلاحات يفرضها وما يعطي القرض الا ما تتعدى هذه الاصلاحات. نسمعوا عبير النصراوي في سايس ونرجع مع بعضنا. عافس على قلوب انسى سايس الحب فن عميق ليش رطى يا عافس على قلوب انسى سايس الحب فن عميق ليش رطى والحر محال يكون حاسب
نرجع معكم مستمعينا في برنامج بر الأمان. معكم شيماء بوهليل من وراء الميكرو، معنا مروان محفوظي من وراء الكونسول، وضيوفنا الكرام سي محمد بن سالم نائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب في لجنة المالية، وسي فتحي شامخي نائب عن جبهة شعبية زادة في مجلس نواب الشعب وزادة في لجنة المالية، ومحمد همامي صحفي. حكينا على نحكيه اليوم عن المديونية في تونس، الدولة علاش تقترض. سي فتحي، احنا في وضع حرج توا على حسب قول بعض الأرقام، رغم أن الأرقام تختلف، كيفاش هذا شيء مس التونسي؟ طيب نحكيه المديونية ونحكيه، قلنا أنه هو الديون قد تتخذ باسم الشعب التونسي باش تورث للشعب التونسي، لو كملنا بالصورة المجازية متاع العائلة والأب أو الأم اللي يقترضوا على خاطر صغارهم، كيفاش بالحق يمس هذا المواطن؟ وهذا سؤال نسأله في إطار أنك أنت النائب عن الشعب كامل. أولا معناها فما حجاج متفق عليها اليوم، ما معناها اللي بعقله ما يردهاش كوا. مثلا من الحجاج هذه الثورة، شعب ثار، الشعوب ما تثورش، الشعوب ما تحبش الخضات والضرب والمضروب والدمية اتسيتيرا، وذاك علاش عادة نلقاو الشعوب تصبر برشا 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 على وضعيات. دونك الشعب التونسي ثار، وان بلوس الشعب التونسي يحكيوا عليه يقولوا اللي معناها هادي واتسيتيرا ويصبر برشا الى اخره. دونك ثار به. انا اعتبر انه من الاسباب اللي خلت الشعب التونسي يثور هي المديونيه، الديون اللي انا شبهتها بالمرض الخايب. مش اول مره، في السابق مثلا في 1864 ثارت البلاد على حكايه كيما هكا. وقت اللي صادق بايا على فكره انا غلطت الغالب في التواريخ، هو من 1855 ل 1882 صادق بايا، هذا اللي مسؤول دخل البلاد في الديون اول مره دخلنا في. دونك وحوايج اخرين تدل اللي الديون عندها علاقه مباشره بحياه الناس، وسورتو الوضع اللي قال عليه محمد اللي حرج جدا، نجم نزيدوه كلمه جدا، انه مثلا عندنا توا قرابه ال 20 سنه الاقتصاد نتاعنا ولا غريب برشا، في عوض يخلق الشغل ولا يدمر في الشغل، والدليل انه فما معناها برشا ناس انه ولات بطاله، وسورتو مثلنا مامو العين كوا، مثلنا الناس اللي تقرا اللي يخسر عليها المجتمع برشا فلوس، تاخذ دبلومات ومتكونه وخارجه، مش معناها راهو شاعر خرج ولا قاري اداب ولا علوم انسانيه بركة، لا عندنا الطب بطاله، عندنا مهندسين الى اخره. دونك يعني سان فابا الامور، معناها تونس مش ماشيه في الطريق الصحيح. سي محمد قاعد يقول لك ناخذوا في الديون باش نجموا نخلقوا مواطن شغل، باش نجموا نعاودوا نستثمر، يعني اذا الفلوس ما فماش منين باش تجيب؟ معناها بعباره اخرى توا انت تقول لي اذا كان نقولوا التخلف او نقص التنميه هو عباره على مرض، واحنا قاعدين ناخذوا في الدواء سيدي راسنا يوجع فينا، واحنا ناخذوا في الدواء نتاع وجعه الراس وعملت وجعه الراس وهي تزيد. انا اش قاعد نقول انا؟ انه ما فيها باس لو كان نعملوا معناها نفحصوا الامور ونثبتوا امورنا ونتعظوا من الشيء اللي كمان واضح انه الدواء هذايا يعني ماهوش هو علاج، هو قاعد يزيد في انا شبهته بالمرض الخايب. سي محمد قال معناها نزيدوا من الدوزه، معناها نزيدوا من الدوزه، واستشهد بتجربه نتاع تركيا، قال لك الاتراك كانوا غارقين في الديون، قرروا باش يزيدوا يغرقوا، يا اخي في النهايه لقاو طلعوا من غادي، معناها من نجاو، معناها تركيا ولات لاباس عليها. احنا راهو عملنا بالنصيحه نتاع سي محمد، احنا بعد في السنوات هذيا الخمسه الاخرى النسق السنوي نتاع التداين، كيما نقولوا كنا ناخذ في حربوشتين في النهار، ولينا نضربوا في سته سبع حرابش في النهار، ومش طالعه علينا. هاي الامور زادت تتجدد، ولذا نقولوا سي محمد انا باش نختم انه راهو جربناها وداويني بالتي كانت هي الداء. وانت تشوف انه هذا الدواء ما فادش. شو ما فادش؟ هذا واقع قاعد يزيد يدمر فينا، ولذا قبل ما الحرج هذا نتاع اللي قال عليه السي محمد وانا متفق عليه يولي معناها اكثر من الحرج، شنو هي المرحله اللي اكثر من الحرج؟ انه معناها الدواء مللك اي قبل هذا ما فيها باس، ما فيها باس، معناها ويلزم مش ما فيها باس
نراجعوا امورنا ونتعظوا من التجارب نتاعنا. انا قلت عنا اكثر من 100 سنه احنا هنا موجودين باش نجموا نعملوا ريفليكسيون ونفهموا سورتو نحسوا التوانسه خاطر هما كلمه الفصل هما اللي بيدهم الحل والربط. هذا هو وقت اللي مش مهم نفهم انا ولا يفهموا اربعه مثقفين ولا سياسيين، يلزم جوستمون يلزم التوانسه يفهموا اللي اولا حاجه الاولى اللي الموضوع هذا المساله تهمهم موضوعهم هم واللي هما عندهم الكلمه الفصل في الموضوع هذا. سي محمد بن سلم نتصور عندك اكسيل نفس المعلومات اللي يحكي عليها سي فتحي الشامخي. اما فما فرق كبير في الرؤيه للواقع. الى طبيعي طبيعي فما ايديولوجيا للاسف كل واحد وديولوجيته. سي محمد يضحك لانه متفق مع سي فتحي. لا ظهر الثناء المتبادل. لا ما عنديش مشكله نتاعك شنو يا سي محمد؟ تيب شوي. ليش شنو ساعه الايديولوجيا نتاعك انت؟ هاني مش مفسرها كانت خليني نتكلم. تفضل سي محمد. يعني حبيت نقول فما ايديولوجيا ترى انه التعامل مع الاخر فيه اشكال. سي فتحي راي محترم. نحكيو على التدين. شوي شوي. التدين. لا لا التعامل مع الفلوس. في التدين فما ايديولوجيات كذلك تنجر معناها جايه من ايديولوجيا اكبر ولكن في التدين فما راي من مثل اللي مثلا لخيان في الجبهه الشعبيه ينصحون به هو انه ما نرجعوش الديون نطلبوا نعتبروا اللي خذاتهم الدوله التونسيه واللي خذاتهم الدكتاتوريه في وقت بن علي يعني عهد بن علي يلزم هالناس هذوما معناها نقولوا لهم احنا ما خذيناش وبالتالي باش نوصل نحكيو شو نعمل بالديون خلينا نوصل كي وصلنا للديون مو باش يكون فما لوجيك نجم تبع شويه صبر عليا باش نوصل فكرتي. عندنا وقت لازم اولا الساعه انت بديت معايا بعد رجعت سي فتحي مرتين تو رجعت لي دونك المفروض معناها نوزعه بشكل عادل وثم وقت اللي نتكلم اذا كل واحد كلمتين ثلاثه يقطعني سي فتحي ولا انت ساعه ما نجمش ما نجمش نوصل. قلت فما نظرة معينة إما نعتبر بلادنا بلاد منفتحة على الآخر وبالتالي باش نتعاملوا مع الاقتصاد الدولي ونكون دولة عندها مصداقية. باش نفسر جوست للمستمعين منفتحة على الآخر يعني منفتحة نتاخذ قروضات من الناس الأخرين مش قروضات بس أوكي. لأن المسألة منظومة كاملة إما ننغلقوا ولا نبيعوا لهم ولا يبيعونا ولا يجيونا ولا نجيوهم ونفكروا في انه ننجو انفسنا وبالتالي نعملوا اقتصاد منغلق والا نتعاملوا مع الاقتصاد الدولي. عندنا الان اكثر من مليون اكثر من عشرة توانسه يخدموا لبرا. عندنا باش ناخذوا امثله سي محمد سامحني انا نقص عليك لازمنا تجارتنا تجارتنا 80% مع اوروبا. علاش؟ لانه عملنا معاهم اتفاق نتاع تجاره حره من زمان. لكن زاد هذا زاد يترجم في انه معظم زاد القروضات اللي ناخذوا فيها من البلدان جايه من فرنسا مثلا. نحب نعطي انا مثال نتاع قرض خذينا 100 مليون دولار 100 مليون دولار في ميزانيه نتاع دوله حتى شيء ما تسمى حتى شيء من الدوله الجزائريه في 10 مارس 2015. هل انت تشوف انه هذا سمتوم نتاع حاجه صحيه؟ هل هذا عارض نتاع انه قاعد ناخذوا في ديون بالحق ماشي في استثمار 100 مليون دينار 100 مليون دولار ناخذوا فيها يعني حتى بالدوفيز وهذا في اطار العلاقه ما بين دوله جوار معناها انا نفهم انه انا في بالي هذا اذا نحبوا نفيدوا التوانسه بهالبرنامج هذا يلزم نفسروا لهم انواع القروض وين ماشيه القروض احنا هذاك علاش موجودين اي بشويه لكن تو للاسف اون سي برون تري مال اون سي برون تري مال ماناش قاعدين نفسروا سي فتح يعطي فينا في التاريخ ومن البيات شنو صار وقت اللي الدنيا تغيرت من وقتها لتو الاقتصادات تغيرت تماما عندنا تشوف التاريخ مش يعني تجارب ناجحه يلزمنا نغزروا لها الان. قلت تركيا بالك تتصوروا لانه يحكمها اردوغان انا خذيتها كمثال هاو نشوفوا المغرب مثلا صحيح يحكمها اسلاميين اونكور اون فوا يحكمها ملك يحكمها ملك يعني انت تشوف انه التاريخ ماهوش يعيد في نفسه سي محمد بن سلم. انا قاعد نشوف في تونس بشوي انا قاعد نشوف اني مانيش قاعد نفسر في رايي للاسف. تفضل يعني خليني شويه
جو ديفلوب يعني ما اللي حد الان باي انا نقترح اللي تراو انه في البركه لا مازال انا مالوريزمون فكرتي ما قدرتش نعبر عنها. باش نسمعوا توا شويه باش نسمعوا كرونيك على النواب فاش يعملوا بارابور القروضات. معنا احمد حسين العباسي في كرونيك من جمعيه البوصله اللي هما تابعوا اتفاقيه القروض كيفاش قاعده تتعدى في مجلس نواب الشعب. نسمعوا أصداء المجلس. اتفاقية القروض تقوم بها الحكومة مع ممولين من أجل الحصول على تمويلات لتنفيذ مشاريع وبرامج. بعد إبرام الاتفاقية تبعث الحكومة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على القرض. مشروع القانون هذا ما هوش نص الاتفاقية اللي تصح عليه، وإنما هو نص فيه الأطراف اللي أمضوا القرض، تاريخ الإمضاء، مبلغ القرض، وساعات نسبة الفائدة دون تفاصيل أخرى اللي موجودة كلها في الاتفاقية. هالاتفاقية مش ديما تبعثها الحكومة للمجلس، يعني في أغلب الحالات يوافق المجلس على القرض من غير ما يرى الاتفاقية أو يدرسها، وفما مرات تصرفت قروضات قبل ما يوافق عليها المجلس. بعد ما تنظر لجنة المالية في مشروع قانون تعديه على الجلسة العامة المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين، واللي ما يلزمهاش تقل على ثلث أعضاء المجلس يعني 73 نائب. في إطار عملنا في مرصد المجلس لاحظنا اللي فما 39 مشروع قانون متعلق بقروض تبعثوا للمجلس، 36 منهم تمت الموافقة عليهم وثلاثة بدأت تنظر فيهم لجنة المالية الجمعة اللي فاتت. هوني بسبب غياب إجراءات واضحة في النظام الداخلي للمجلس فما برشا أسئلة تطرح. أول حاجة كي ما صدقش المجلس على القروض هذه إيش يصير، وثاني حاجة كيفاش يراقب المجلس صرفين الفلوس وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها، وهل فما إمكانية باش يولي المجلس يتابع كل مراحل إبرام اتفاقية القروض. أصداء المجلس. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في حلقة بر الأمان الحادية عشر. معنا ضيوف نحكيه على التدين في تونس. معنا سي محمد بن سالم نائب عن مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة في لجنة المالية والتخطيط والتنمية المحلية، ومعنا سي فتحي شامخي نائب زادة في مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية زادة في لجنة المالية والتخطيط والتنمية المحلية، ومحمد ضياء صحفي. الكرونيك اللي كنا نسمع فيها كي نحكي على دور النائب. سي محمد بن سالم أنت نائب في مجلس نواب الشعب، وكان فما تساؤل وفي به الكرونيك اللي هو كيفاش النائب ينجم يكون عنده دور أكثر فعال في القروضات اللي تاخذ فيها الدولة. نعرفوا احنا توا انه النائب توصل له اتفاقية القرض اللي هي عبارة عن فصلين ثلاث فصول بالأكثر، يعني اللي هي فيها المونتون تاع القرض. سي محمد بن سالم انت تشوف انه انت مع انه الديون تنجم تكون فرصة لتونس باش انه نشوف الاستثمارات، لكن هل تشوف انه دورك انت كنائب توا تنجم تأثر في استراتيجية متاع الديون عنا توا في تونس كنائب يمثل الشعب؟ نعم نعم، النائب من حقه باش يغزر هالقروض هذه وين ماشي. أي. اذا ماشية للمشاريع متاع بنية تحتية اللي مشاريع ترجع فلوسها ان صح التعبير، وقت نعمل اوتوروت يقول القائل ماهيش حاجة كبيرة، ولكن وقت اللي نعمل اوتوروت للقصرين وتسيدي بوزيد وتوصل القفصة وحتى توزر، هذيك باش تخلي فما مشاريع يتركزوا في المناطق هذه وتولي فما حركة اقتصادية في المناطق اللي كانت منسية، وبالتالي هذايا باش يرجع باش يخلي الاقتصاد اكثر حيوية ويخلي قادر على الاسترجاع. القروض قلت فيها انواع. أيه. انواع وين تمشي؟ هل هي للزيادة الشهريات كيما واحد في عائلة ياخذ قرض باش يهز وليداته يبحروا في في فند في اوتيل وكذا، وكل ساعة يزم يخلص من شهريته لانه انفو فات العطلة ما فهمش فلوس باش تدخل، والا هو حطها في مشروع اللي نجم يرجع منه. هذه واحد. اثنين، مش بأي ثمن كذلك. احنا شفنا قروض صحيح من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي اللي يعطونا بواحد فاصل خمسة وواحد فاصل سبعة واثنين فاصل خمسة، وسمعنا العياط عليهم وعلى انه هذوما مش يحتلونا وهذوما عندهم علينا شروط، وقت اللي بعض الشروط احنا شرطينهم على انفسنا. احنا نقول ورانا مش نصنح المنظومة البنكية. شفنا في عهد الفساد كيفاش فلوس الشعب مشات سبهللة ضربها الصحاح. وقت اللي نجيو نصلحوا المنظومة البنكية بقانون البنوك يقولنا لا استعجلتوا وهذه مش فكرة وخلي الأمور كما هي. فبالتالي يلزمنا نعرفوا كذلك نحدوا أولوياتنا. أنا أقول إذا فما وين ماشي القرض؟ فما بقداش القرض؟ احنا عرضنا قرض وعملنا عليه مشكلة كبيرة، وسي فتحي كان حاضر وطلبنا مسألة البنك المركزي وغيره على بنك اللي اخذاه
حكومة سيد مهدي جمعة ب 5.75. أعطيني الفرق بين قرض يتخذى من البنك الدولي ب 1.7 ولا 1.75 بين قرض يتاخذ ب 5.75. هذا هو لب الموضوع. إذا ممكن إحنا كنواب من حقنا باش يتعرض علينا القرض قبل ما يتاخذ. بالضبط. مش كما صار في القرض هذا سيء الذكر اللي كنت نحكي عليه نتاع سي جمعة، واللي تخذها ب 5.75 تصرف ومن بعد تعرض على مجلس نواب الشعب بعد عام ونص، وحتى كان رفضنا للأسف الشديد ما كناش قادرين باش نرجعوه لأنه كان فيه تقريبا 2000 مليار تونسي. فبالتالي النواب عندهم دور، وهذا سي فتحي كان حاضر مش لأن كان المعارضة هي اللي عارض هذا الأمر، بل نواب من الحزب الحاكم طالبوا باش يسمعوا المحافظ البنك، ومعناها احتجينا على كيفاش قرض يصرف قبل ما يتصادق عليه المصادقة. باش نوضحوا هاش نجيك محمد ضياء، باش نوضحوا انه فما فصل في الدستور يوضح انه القروضات لازم يتم المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب، هي قانون اساسي يعني لازم النواب. فصل 67 في الدستور. في الدستور اي هو فصل في الدستور يوضح انه هو بالضبط يقول انه زمة المالية للدولة بالضبط انه هذه لازم تتعدى في مجلس نواب الشعب. اللي كان يقول فيه سي محمد مسالم وسمعناه في الكرونيك نتاع مرصد مجلس انه النواب قاعد يخلط لهم، يا اما يخلط لهم قبل بعد ما تعدى القرض، معناها فما فلوس خذتها الدولة وصرفتها والنواب من بعد يصادقوا عليها، يعني ولات ديشارج يعني يعطيها مجلس نواب الشعب، ونتصور النواب ولات مسألة شكلية شكلية جدا، نتصور من المعارضة أو من الائتلاف تتفقوا أنه دورنا في هذا فما نقص أو حتى كان وصل لهم قبل القرض يوصلهم كان الاتفاقية حتى اللي تحكي عليه سي محمد بن سالم في بعض الأحيان فقط أنه يوصل لهم الاتفاقية كاملة والقرض قديش كامل وقديش وين ماشي إلى آخره. هذا هو السؤال، وين كان فينو دور النائب محمد ضياء؟ بالضبط. أول حاجة أغلب الاتفاقيات اللي تم إمضائها ما يتمش نشرها، هذه حاجة أولا. حاجة ثانية فما شروط اللي ما تتمش في اطار كما قلت الميكانيزم تاع صندوق النقد الدولي مثلا، يعني تعات يعني حد تكون من موقف سياسي يكون ضمان الدول الاجنبيه مثلا، ضمان الخزينه الامريكيه في عدد من القروض صار من نقطه الثوره للتوا. نفكر انا وقتها كنائب باش تعدل انا كصحفي في المجلس وندور اللوج فماشي نائب عنده اطلاع ولا تحصل على نسخه من الاتفاقيه، ما فماش. للاسف الموضوع نتاع الديون نواب من الكتل الكل قاعدين يتناقشوا فيه على نسبة قديش نسبة الفائض وكذا، ماهيش هذيك المشكلة. المشكلة شنية الشروط نتاعو بالضبط كيفاش باش تكون، هل انه انا بالضبط عارف بالضبط كل دولار باش يدخل وين باش يمشي. النقطة الأخرى اللي حبيت نقولها هو انه للأسف ما فماش يعني نقاش فيما يخص المديونية مازال يعني نقول في مستوى يعني اكثر من التبسيط، يعني كان جاي تبسيط نقولوا اوكي، لكن اكثر بالتبسيط اللي هو ما عادش يولي نقاش اقتصادي. وقت نحكيو مثلا نقولوا باش ناخذوا قرض ماشي باش نعملوا به سكه نتاع مترو ولا كذا، هل انه فما اثباتات يعني فما اثبت انه فما مهم أن فهم مردودية مش بالضرورة. الأخطر من هكا هو أنه القبيلي جبت مسألة الدوفيز والدينار. اليوم مثلا لجنة التحاليل المالية هنا لما تنظر في المسألة المتعلقة بتبديل الأموال وحتى بتهريب الفلوس قد فيها من محلل، فيها أربعة عقدش على من شركة في تونس مقيدة في الـ في الـ في الغويسخ دي كوميرس عندنا فوق 180,000. دونك المشكلة ماهيش مشكلة نسبة ماهيش مشكلة نسبة متاع مديونية وإلا هل أننا نرجع ولا ما نرجعوش. المشكلة إحنا اقتصادنا هل أنه بالحق قاعدين نزرعوا فيه على قواعد صحيحة ولا لا، هل أنه إصلاحات قاعدين مفهومة قاعدين باش يخلينا نصالح ولا لا. نقطة أخيرة، اليوم الوضع متاع اليونان شنو قاعد تاخذ في 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 قروض، شو باش نعمل بيهم؟ باش تخلص بيهم قروض اخرى ان شاء الله بركه ما نوليوش احنا في الوضعيه هذه يعني، ونجم نكون احنا ديجا فيها. المشكل انه احنا ما نجموش نحكموا خاطرنا ماناش شايفين معطيات كافيه باش نجموا نحكموا عليه. نقطه اخيره، صندوق النقد الدولي مؤخرا اعطى قرض اخر وتعطاه في مقاطع 2013 حتى واحد فيهم ما تعرض للتصويت للمجلس الى حد الان. اليوم معنا نحكي على الاتفاقيات. انا باش عندي سؤال سي فتحي، هو باش نوصلك لان تبعنا الرصيد نتاعك في التصويت نتاعك نتاع سي محمد بن سالم، ما فهم حتى اتفاقيه قرض كنت معاها صوت معاها، كلهم ضد او ما كنتش حاضر، الا اتفاقيه القرض بتاريخ 24 جوان بين الحكومه الجمهوريه التونسيه والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
شنو الفرق؟ علاش هذا انت صوتت معاه؟ هذيك الاستثناء اللي اكد القاعده به. خلينا نستخدمه باش نجمو نفهموا الموقف تاعها. واش نجيو المثال اخر اللي هو كان زاد فما اختلاف. امش نحكي دونك ان تسمح في الرقابه والمراقبه ودور ان وقت اللي قلت من الاول باش التونسي التوانسه اللي يسمعوا فينا يفهموا اللي احنا نحكيوا عليه. كي نقولوا الدوله تسلف، صحيح الدوله تسلف تكنيكمون، الدوله هي اللي تمثل الشعب، اما في الاصل اللي ياخذ الفلوس هو الشعب التونسي، واللي يرجع الفلوس هو الشعب التونسي. صحيح. دونك مساله نتحدثوا على التوانسه به. السي محمد قال معناها تو على الجبهه الشعبيه خايبه، ما تحبش انفتاح، ما تحبش ترجع فلوس من عليه. سي كيران ميساج قال نحكي لك فما مشكل في الامور، انه معناها الشعب التونسي هو اللي يتسلف وقت اللي يبدا فما ديكتاتوريه، دونك ما عادش فما الاليات وكل شيء، فما مشكل لهنا. نحبوا نثبتوا في المشكل هذا به. قال الانفتاح به، نفتحوا على السوق الكل، احنا ماناش مع الانغلاق، اما السوق سي محمد سواء كان سوق ماليه ولا غيرها تعرف فيها الباهي والخايب، فيها الموبقات السبعه. موش دونك احنا معناها الحكومه نتاعنا والشعب التونسي والبرلمان اتسيتيرا يثبتوا، مش اللي فما في السوق باسم الانفتاح انا يعني على خوك. فما معلومات دونك في الديون، يعني احنا ماناشي بالانغلاق ولا رفض الديون، الديون فما اليات فما شروط فما كذا، يعني تثبتوا. واحنا نحكيوا على الشيء اللي تعمل في الفترة خاصة في عهد الديكتاتورية والشيء اللي تعمل من بعد. ألو خل جوست حاجة باش يفهم التونسي في النهار، كل نهار كل نهار اللي يخلقوا ربي. التونسي شو يعمل توا في 2016؟ التونسي يتسلف كل نهار والمقالة تدور 19 مليار من المليمات يوميا. التونسي يتسلف 19 مليار ملي. هذا المصدر بناء على قانون المالية. قانون المالية من برم 6900 مليون دينار كريدي و5300 مليون ترجع، كي تقسمهم على 365 يوم تلقى هذا اللي هو قانون يتناقش في المجلس في لجنة المالية. شوف دونك 19 ليلة جوس باش يفهم التونسي سيتناقش، لكن التونسي لازم يسأل. التونسي عطى صوته لنواب الشعب باش هم يمثلوا على نواب الشعب. هاتا نجي لنواب الشعب حتى ما تقلناش برشا وقت. بون الو قلت لك يتسلفوا تقول التوانسة يتسلفوا مع بعضهم 19 مليار ويرجعوا مع بعضهم يوميا 15 مليار به. الو توا في الرقابه والمراقبه والله ما نحبش نستعمل كلمات قويه. من المفروض النواب كل نائب اقسم على القران انه باش يقع جارد وكل شيء ويعس ويراقب وكل شيء، لكن في الملموس دورنا معناه يقتصر على تصحيح. سي فتحي فما نواب رفضوا انهم يصادقوا على شويه هما اكسبسيون، اما رفضوا انهم يصادقوا على اتفاقيه قروض لعدم توفر اتفاقيه كامله. يعني النواب زاده ما ننساوش انهم عندهم دور وينجموا يوافقوا او يرفضوا. انا تو مانيش نحكي على فتحي الشامخي ولا سي محمد بن سالم، نحكي على المؤسسه والمجلس اش يلزموا يعمل. شنو هو دوره؟ هل هو معناها غرفه تسجيل يعني الحكومه تكاور به كما تحب، والا وقت اللي شوف يا مدام وقت اللي تجيب الحكومه تقول راهو الشعب التونسي مش يقترض، مثال مش ياخو 1000 مليار، اش باش تعملوا بها 1000 مليار؟ مش نبناو سد به؟ اي صحاح اللي باش يبني سد ما يكفيش، هذا يلزم انا من بعد نمشي نشوف. اي سيدي ما قلت لنا سد فيها اربع شبابك وزوز بيبان وكل شيء، انا هذا ما يقعش يا مدام. فما اليات مساءله للحكومه تنجموا تستخدموها. فما مره انا مش نتكلم على روحي قلت الرئيس تعليق سي فتحي من بعد خاطر لا تفضل انت اخر تعليق ومن بعد باش نوفي وخاطر الوقت وفاه تفضل. إيه دونك احنا هالديون هذيا باش كيما سي محمد وقتها خلينا نختموها بحاجه ايجابيه باش نولي نتفق انا وياه ان الديون تنجم تفيدنا. باش تفيد يلزمنا نراجعوا برشا حوايج. اولا ما مش قايد على الحوت وسايب في البحر، يلزم قبل كل شيء ما تمشي تتسلف الا انا ما نعطيك التفويض، ثم من بعد وقت اللي تجي تقول لي مش نبني ونبني ونبني راقب معاك، خاطر احنا ما عندناش دور تشريعي بركه طلع القوانين، عندنا دور نتاع مراقبه باسم الشعب التونسي وهذا اللي اقسمنا عليه. شنو خص نسمعوا اخر كرونيك بعد نرجعوا للختام. مثال نتاع هيكل عمومي اللي هو يقترض لكن يقترض كان للمشاريع اللي هو البلديه. نسمعوا كرونيك بصوت ايمان شريف من مشروع مرصد بلديه. اصداء البلديات. البلدية ترجع للاقتراض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية باش تعمل مشاريع، يعني ما تنجمش تاخذ قرض باش تزيد نفقات التصرف كيما خلاص الشهري مثلا.
نجمو نعرفو قداش زادت موارد البلدية عن طريق القروض في كل عام من العنوان الثاني من ميزانية البلدية بالضبط في الفقرة الأولى من الفصل 7001. فما برشا شروط باش نجم البلدية تاخد قرض من الصندوق، مثلا تبعث محضر لمداولات المجلس البلدي وين ينصوا على قيمة القرض، ويلزم تعمل دراسة فنية واقتصادية ومالية للمشروع، وهي مطالبة توفر نسبة 10% من كلفة المشروع على الأقل كتمويل ذاتي، وتختلف نسبة الفائض السنوي ومدة الاسترجاع حسب نوع المشروع، ومدة ترجيع القروض ما تفوتش 5 سنين، وهذا الكل حسب أمر حكومي من عام 1997. ديون البلدية هي من بين المعلومات اللي نطلبوها في مرصد بلدية، وين نجمو نلقاو بلدية مازالت تخلص في أقساط قرض عنده 15 عام وتخلص في أقساط قروض أخرين في نفس الوقت، كما بلدية تستول مثلا اللي سنة تخلص في أقساط 9 قروض أقدم قرض فيهم خذيته عام 1999 باش تعمل به مشروع تكملة قصر البلدية وقيمته 30,000 دينار، معناها في 2016 يلزم تخلص أكثر من 41,000 دينار قيمة أصل ديونها و 1085 دينار فوائد، يعني تقريبا 3.5% من الميزانية ماشيين لخلاص الديون. معلومات هذه الكل ينجم المواطن يتحصل عليهم كي يحضر في جلسات نتاع البلدية ولا يستخدم حقه في النفاذ للمعلومة. أصدقاء البلديات، مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، معكم شيماء بوهلال تسمعوا في برنامج بر الأمان. احنا توا باش نختموا، أما نذكر أنه هذه الحصة هي من المباشر من الاستوديو 5 في الإذاعة الوطنية، لكن زادة قاعدة تتعدى في نفزاوة أفهم في قبلي وكافهم في القصرين. ضيوفنا هم سي محمد بن سالم نائب عن مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة في لجنة المالية، سي فتحي الشامخي زاد في مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية زاد في لجنة المالية، ومحمد ضياء همامي صحفي. كلمة الختام سي محمد بن سالم بعد محمد ضياء بعد سي فتحي الشامخي، تفضلوا. شكرا. أنا في بالي ديما النقاش على المديونية يكون باسيونال، مش عارف علاش، في حين هي مسألة تم البلاد، تم الاقتصاد الوطني، تم التشغيل، وبالتالي كذلك يلزم نقارنه بغيرنا. نسمعوا بعض المخيان كي يحكيوا على المديونية في تونس تقول سيئ البلاد فلست، ونسمع سي فتحي نقول سيئ الموجة الثانية متاع الاستعمار جاية، لأنه كما صار مع البيات عملوا مديونية كبيرة يا أخي جاوا احتلونا وهو التاريخ يعيد نفسه. أنت تشوف لي؟ لا أنا نشوف في المغرب عندها 65% مديونية، احنا 52، نشوف الأردن 88% واحنا 52، اشبيهم هما يعني ما كانش نخاف الهاويه واحنا اقل منهم بالنص على شفت، يعني ما كانش نخافوا. تقول سي محمد بن سالم انا نقول ما فهمش علاش نترعبوا، لانه احنا مش خايفين. واضحه الفكره. محمد ضياء في المراسلة اللي خلال صندوق النقد الدولي وزير المالية والمحافظ البنك المركزي التزموا أنهم يعدوا استراتيجية جديدة للتصرف في المديونية، هذه ما صار عليه حتى نقاش، وأول مرة تصير منذ عديد السنوات. السؤال هل أنه قربنا الوضع حرج وإلا حاجة عادية على الأخر وما فيها حد شيء ومش بالضرورة نحكي عليها في العموم؟ يعني أنت تشوف هذا عارض من سمتهم خطير. آخر تعليق من سي فتحي الشامخي وبعد نختمه. والله باهي، مش في ثواني باش نعاود نلخص فكرة، تمام باش ننهي بسمعت مدام تونسية تكلمت وانا متفق بالضبط 100% مع اللي قالت، وقالت احنا في حاجة لحكومة تحب الشعب. وكاو مستمعينا تلقاو الحلقة هذه في الباج فيسبوك متاعنا بر الأمان بالفرنسية أو الإنجليزية. يعطيكم الصحة. بر الأمان.